يوم 9. خليني أكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة النهاردة عن المناقشة البيزنطية. وده النوع من المناقشات أو الجدل اللي ما ملوش لازمة، واللي ما ينفعش أنه يتم استدراجك ليه، واللي ما ينفعش أنك أنت تدخل في حالة جدل أو حالة نقاش، لأنه في النهاية الأمور تقريبا شبه محسومة. كلام هنا على حجم ومكانة وقيمة اسم النادي الأهلي، لأنه للأسف شديد جدا أنا يمكن الموضوع ده بقى مستحوذ على جزء كبير جدا من اهتمام الإعلام. ومكانة الأهلي معروفة للجميع، يعني الحقيقة الأهلي خارج المنافسة، وده على مستويين. إذا كنت بتكلم على مستوى النادي، ودي قصة هتكلم فيها مع حضراتكم بالورقة وبالقلم، أو على مستوى الجماهيرية والشعبية. وهنا أنا بتكلم على طبيعة وعقلية جمهور النادي الأهلي اللي بعتقد أنه ملوش مثيل. وابتدي من هنا، يعني حضراتكم واحد نمرة واحد نتكلم على حجم الشعبية والجماهيرية. الأهلي واحد من أكبر الأندية شعبية وجماهيرية مش على مستوى مصر. هل دي حاجة محتاجين نتكلم فيها؟ يعني هل دي حاجة أنتوا شايفين أن احنا ممكن ندخل فيها في نقاش مع طرف تاني مهما كان مين الطرف ده، في محاولة لإقناعه بوجهة نظرنا؟ أكيد لا. اللي ممكن نتكلم فيه هو حجم شعبية النادي الأهلي على مستوى العالم، على مستوى الكرة الأرضية، على مستوى الست قارات. ده اللي ممكن نخش فيه في جدال، هل نادي زي النادي الأهلي شعبيته أكبر ولا نادي زي بروسيا دورتموند شعبيته أكبر؟ هل نادي زي النادي الأهلي شعبيته أكبر ولا نادي زي كريستال بالاس ولا نادي زي واتفورد ولا نادي زي موناكو ولا نادي زي مارسيليا ولا نادي ولا نادي ولا نادي؟ ممكن أعدلكم الأسماء دي كتير. ده اللي ممكن ساعتها نتناقش فيه. لو اتكلمنا على مستوى مصر، تعالوا نحسب مع بعض الألفية الجديدة. سيبك من التاريخ كله، سيبك من رقم 1907، سيبك من الأساطير، يعني سيبك من الأساطير اللي جت وكانت جزء مهم جدا وعامل مهم جدا في صناعة شعبية وجماهيرية النادي الأهلي. بتكلم على صالح سليم، بتكلم على محمود الخطيب، بتكلم على طاهر أبو زيد، بتكلم على مصطفى عبده، بتكلم على زيزو، بتكلم على شيخ طه، يعني أساطير صنعت. لكن سيبك من التاريخ، بتكلم على التتش، لأن يعني لا شفته ولا اتفرجت عليه، بس كل ما قرأته عن اسم مختار التتش إنه كان أسطورة من الأساطير. يمكن عشان زمن وكان بدري شوية وما كانش فيه يعني ماتشات أو مباريات متسجلة، لكن كل ما قيل عن التتش الواحد من أهم الأسماء اللي جت في تاريخ كرة القدم المصرية. لكن مش هروح معاك للبعيد قوي ده، أنا هكتفي معاك بالألفية الجديدة، ب 22 سنة عشناهم معاكم في الألفية الجديدة. وأنا أتخيل إن جزء كبير، وطبعا حضراتكم عارفين إنه يعني إحنا بنزيد كل سنة 2.5 مليون، فلو حسبت الحسبة دي كده 2.5 في 22، يعني بتتكلم تقريبا في نص تعداد الشعب المصري اتوجد أو اتولد في الألفية الجديدة تقريبا. يعني في الألفية الجديدة دي في ال 22 سنة، الناس اللي اتولدت 97 98 يعني من 25 سنة فاتت، فتحت عينيها على إيه في الكورة في مصر؟ سيبك من اللي بياخد الجنسية أو الشعبية بحكم إنه ابن مدينة معينة أو بحكم إنه الأب أو الأم أجبروه على ده، ما كانش صاحب قرار يعني في الموضوع. لكن الناس اللي فتحت عليها على إنجازات وعلى نجاحات، شافت إيه غير النادي الأهلي؟ مين غير الأهلي موجود على الساحة؟ مين بيكسب ويحقق بطولة لقب دوري الأبطال زي ما بيحقق بطولة الدوري؟ مين بيشارك كم مرة في بطولة كأس العالم؟ مين بيحقق إنجاز في بطولة كأس العالم؟ مين لاعب كبار العالم وقدر إن هو يتفوق عليهم في أصعب الظروف؟ كل ده تاريخ اتكتب في 22 سنة بس. تفتكر حجم تأثيره على جماهيرية وشعبية النادي الأهلي ممكن يكون عامل إزاي؟ ده واحد. نمرة اتنين، مشهد صغير قوي، مشهد صغير جدا السنة اللي فاتت، السنة اللي نجح فيها النادي الأهلي، نجح فيها النادي الأهلي إنه يوصل لثالث مرة على التوالي نهائي دوري الأبطال. وبعد ما نجح في حسم اللقب في مناسبتين مهمين، أهمهم طبعا البطولة اللي بتحمل رقم 9 في تاريخ النادي الأهلي لأنها كانت على حساب نادي الزمالك وهو المنافس التقليدي. مين أكتر حد بينافس الأهلي هنا على القاف في مصر؟ أقرب حد لينا نادي الزمالك. فبالتالي لما تكسب قدامه بطولة قارية في نهائي أطلق عليه نهائي القرن، وتيجي من بعدها تكسب نهائي تاني وتبقى وصلت لعشر ألقاب في دوري الأبطال على حساب كايزر تشيفز، وتوصل لنهائي تالت كلنا عارفين ملابساته والظروف الاستثنائية القاسية والصعبة والظالمة اللي حصل فيها، وتخسر،
فتلاقي الجمهور زعلان وغضبان، زعلان وغضبان في نفس الوقت اللي معظم في نفس الموسم، انا بكلم حضرتك في نفس الموسم، في نفس الوقت اللي معظم جماهير الانديه، ده انا شفته بعيني، كنت بتابع وبتفرج على الماتشات بعناية، ما حدش حكى لي يعني. معظم جماهير الانديه الشعبيه في مصر كانت بتحتفل في اخر ماتشات الدوري على نجاه فرقها من الهبوط لدوري الممتاز به. انت متخيل عزيزي المشاهد، انت متخيل عزيزي الاهلاوي، انا بتكلم في الفارق عامل ازاي؟ فريق وصل لنهائي دوري الابطال للمره الثالثه على التوالي، جمهوره زعلان وفايز باللقب مرتين قبلها وواصل لرقم 10 على مستوى قاره افريقيا. اقرب نادي ليك خمسه، مازيمبي والزمالك اعتقد. والزمالك يعني بما انه المنافس التقليدي، طبعا قصتي مش الزمالك، قصتي جماهير نادي الاهلي، بس انا بفهمك الفارق في العقليه، عقليه الجمهور، الجمهور بيفكر ازاي. جمهور في موسم وصل لنهائي دوري الابطال لثالث مره على التوالي ولم يوفق لاسباب خارجه عن الحسابات الطبيعيه والظروف الطبيعيه انه ياخد البطوله، فجمهوره خلص الموسم زعلان. وجماهير معظم الانديه الجماهيريه، وبالمناسبه معظم الانديه الجماهيريه كانت بتصارع على الهروب من الهبوط السنه اللي فاتت، يعني عندك الاسماعيلي كان بيصارع على الهبوط، الاتحاد كان بيصارع على الهبوط، غزل المحله كان بيصارع على الهبوط، المصري كان بيصارع على الهبوط. في اخر ماتشات في بطوله الدوري في الموسم الاخير لما كان فرق من الفرق دي بيكسب وبيقرب من ان هو يهرب من الهبوط لدوري الممتاز به، كانت المدرجات بتبقى مليانه وكانت الجماهير بتبقى في حاله فرحه وسعاده وكانهم حققوا بطوله. انا بقول المثل ده ليه؟ عشان اشرح العقليه بتاعت جماهير نادي الاهلي. لا يجب ابدا انه يتم استدراجنا لفكره المقارنه. احنا لما بنقارن النهارده او لما نفسنا الاهلي يحقق القاب جديده على مستوى البطولات القاريه، نفسنا نعمل ده عشان بننافس نادي زي ريال مدريد على النادي الافضل من حيث عدد البطولات على مستوى العالم. فاحنا مش محتاجين، انت مش محتاج تدخل او مش محتاج تثبت شيء. يمكن ده يكون طريقه معينه لتشتيت الانتباه، ممكن تكون طريقه معينه لانه تصرف نظر او تبعد عينيك عن، على طريقه يعني او منهج بص العصفور، عن موضوعات تانية ممكن تكون في التوقيت ده في منتهى الاهميه، موضوعات ممكن تخصنا وده اللي بيعنيني، وموضوعات ممكن تكون ما تخصناش ودي احنا ما بنتكلمش فيها اساسا.